انا ما كندافعش عليهم، كندافع على اي مناضل يغتصبوا السجون. نزيه يعتقل لابد من اطلاق الصراحة ديالو. نعم. لابد من رفع الظلم. نعم. على هذا المجتمع. الان الاعلام لابد انه يتصلح، يولي وعي الشعب، ماشي 700 فيلة والشعب مطمس. اصلاح اكاديمي كبرى علينا ان نناضل من اجلها. نعم. حتى يصلح القضاء. القضاء ما خش القاضي يبقى يتصلوا بالتليفون. حتى شنو يا مغربي يا مغربي يا مغربي انت خرج عليك وعليا مصاحيه، يا مغربي يا مغربي يا مغربي انت خرج عليك وعليا مصاحيه، يا مغربي يا مغربي يا مغربي انت خرج عليك وعليا مصاحيه. قول اش عندك، قول اش حلفنا على التحرير، ان حلفنا على التحرير، ان حلفنا على التحرير، ان حلفنا على التحرير، والنصري ما والنصري مالش بدالة، والنصري مالش بدالة، والنصري مالش بدالة. ما عاد عالدم والنار، ما عاد عالدم والنار، ما عاد عالدم والنار، ما عاد عالدم والنار. يا المواطنين غنوضح فكرة بسيطة، هاد المسيرة هي حضارية مدنية سلمية من أجل المطالبة بالإصلاح. المسائل واضحة، نبداو من النظام السياسي. الملكية خصها تكون برلماني، تعطى الصلاحيات الحقيقية للحكومة. نعم. والوزير الأول. نعم. واش عمرنا شلنا في المغرب شي مفسد، شي ناهب ديال الملعب تحاسب وتعاقب، والو هي التقارير ديال المجلس على الحسابات. بينما رؤساء المجالس اللي كينهبوا الثروات ديال المدن، واش الناس تحاسبت بالفعل؟ لا. ولا حنا الشعب في دار غفلون؟ الآن التحولات الجارية وسرعة التواصل ما بقاش ممكن قمع تضعين الشعب، وما بقاش ممكن عن الناس طالب بالحقوق ديالها. لذلك هذه المسائل واضحة، يكون التعليم للجميع ومجاني. الآن الهضر المدرسي للناس، خرجوا القرى، خرجوا الأطفال ديال 12 عام و 10 سنين، هل يخدم سيكليس، هل السودور، هل أنا أرى ما يقع في المغرب العميق، وقع المجتمعي خطير وخطير جدا. ولذلك المواطنات اليوم لابد أن الصوت يكون واحد. احنا كمواطنين عاديين. نعم. قلنا لا للشعارات السياسيه. نعم. وقلنا لا لليافطه السياسيه. كريم. لا صحالات عليه، هذا مغرب الله كريم، ولا صحالات عليه، هذا مغرب الله كريم، لا صحالات عليه، هذا مغرب الله كريم، ولا صحالات عليه، هذا